قال الله أكبر كبر وشام هلل وكبر. قل له بشار شل قشك من اللاذقية؟ الله أكبر كبر وشام هلل وكبر. قل له بشار شل قشك من اللاذقية؟ واعتبر شط لا حسني وشط لا معمر، وانظر ابن علي هو عطاها السرية سرية. والمشير اعتقن في بادي الأمر كور، قال ما بارحل عندي لكم بلطجية. حصرته القبل والدم يصبح مطير، شيب أرحب وشيب المعجلة عسخية، والحبيلين معصودة وأبين ولودر، منهم تسمع الرشاش والبندبية، والصيح من تعز تنقح ومن خور مكسر. قال ماشي لهيل الحكمة اليمنية، قرب مبادرة تحفظ أحمد مع مطهر، والسلامة بهيل الحاشية والبقية، باتنازل عن الكرسي وسيفي مجفر، وقبضوا عهد مني ما يجيكم أذية، والجنوبي يعين في جعيفر وجعفر، ذي من القافلة شلوا عليها المطية، والحراك اكتفت في الشحر والعاد نفر، يصبح الصبح في روكب وروح عشية. قال للعبد طبل ما تسمع أخوك زمر، ما بغى يندقع من عادته الأولية، والعروبة تعاني كسرها ما تجبر، منفعتها القمم في الجامعة العربية، أين نحن من العمرين في الخير والشر، والخلافات ذي فيها الكفف بالسوية، عدلهم شاع بين الناس في البحر والبر، من مدينة رسول الله الإسكندرية، الأولي نام تحت العلب وغطاه محشر، والخريق المكالم من طلع الوصية، والجماعة بغوا الكرسي بأي أمر يذكر، لو يقع قتل ويموت الثلث فرعية، عينهم لا من الدولار والتمر الأحمر والفلل والمواتر والقصور العلية، قسموا البحر والبترول معهم مصدر، والخماسي لهم والمكرمة والهدية، وانت يا شعب لحقت الذره والمعصر، ما لحقت الثمد موجود ولا هوملية. هوملية صح وغفل لقاه مطلع وميتين مندر، ما تلحق إذن تنصت لك ولا مرجعية، يا سراع الدرك يسرنا ما تعسر، وصلح أوطاننا وديارنا الحضرمية، ذي معاناتها زادت عن الحد وأكثر، شي تعانيها من معطي وشي من عطية، حظها عاف لا صعدت في الشعب حدر، حدرت هو صعد للغاضها الصاعدية، ما تلحق دار في وديان داعا وليسر، لولها مغترب مرشوخ في الخاسكية، هاجروا منها والصفو فيها تكدر، والفرح غاب والولهات غابت عليا، والشباب انكسع التلفزيون المشفر، في الجزيرة يشوف القتل والعربية، حد يصاعط على ميت وحد عند مكسر، والخواجات مبهم فشطة المقلمية، كله الجعث والدق والدقيق المحضر، في ديار العروبة والحصون القوية، يلا احفظ حصون الجود ليلة فاشر، ذي بها قبلة المسلم ومسجد نبيه، ختمها بالنبي ذي خصها الله بكوثر، من صباره عسى نظفر بشربه.